أزيد من 20 مشروعاً لإعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 119 الرابط بين شوفالي وتريولي ببلدية بوزرعة أعطيت إشارة انطلاقها من قبل والي العاصمة. أشغال إعادة تهيئة الطريق الولائي وتأهيل الفضاءات العمومية المهجورة والمتدهورة وتوفير مساحات خضراء وإنجاز فضاءات للتسلية والترفيه مشاريع سطرتها السلطات الولائية ووقف عليها عبد القادر زوخ خلال زيارته الأخيرة إلى بلدية بوزرعة. اليوم رانا في المحور نتاع فريفالون 5 كيلومتر، دونك رانا ننظفوا وفي نفس الوقت تجميل المحيط، لأن احنا مقتنعين بحاجة النظافة لوحدها غير كافي، وبالتالي نحتلوا كل المساحات شغرة. رانا مع الدراسات مع الإجراءات ومع اختيار المقاولين مهما يكون من أمر، هذا محور من محاور اللي يشمل كل البرامج اللي خططناها للبلديات الولاية. المنطقة التي صنفت ضمن المناطق الخطرة بسبب الانزلاقات المتكررة للتربة والفيضانات الناجمة عن انسداد البلوعات ستشهد انطلاقا لمشروع خاص للحد من هذه الظواهر. Donc le projet d'aménagement du boulevard Frévalon répond essentiellement à deux objectifs. Le premier, c'est maintenir la capacité d'écoulement, donc de tout ce qui est évacuation des eaux pluviales par rapport à tout ce qui s'est déjà passé comme inondation sur place. Le deuxième point, c'est l'embellissement et la requalification urbaine de ce boulevard. وبلغة الأرقام خصصت ولاية الجزائر 800 مليون دينار لإنجاز هذه المشاريع التي حددت مدة إنجازها بسنة واحدة. المنطقة هذه معروفة بالفيضانات، فالتضاريس تاعها صعبة كثير، وكل ما تهات الأمطار يعني تنزل أتربة على الطريق تسد البلوعات وتصرى فيها فيضانات. التكلفة يعني تقديرها تاع التكلفة الكلية لهذه المشاريع 800 مليون دينار جزائري. تكلفة الأشغال اللي انطلقنا فيها اليوم 300 مليون دينار جزائري. الزيارة التفقدية للمشاريع كانت أيضا فرصة لمواطني البلدية لطرح انشغالاتهم على المسؤول التنفيذي الأول بالولاية. ما عندناش الغاز اللي نضلوا للبرد ان شاء الله. سمعت وليدي رانا مهمومين، نجي سبونسر هنايا باش نكيلو طونسيون، ما عندناش باش نديروا الاخر باش نتنفسوا، ما عندناش. ونحبوا نجي سبونسر هنا ونحبوا الغاز دو في سي تو كسون دو مونت. خلاص وين انت وليدي؟ كل عام يقول لا 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 انا نعم وليدي مع السون الغاز نعم وليدي خصنا الغلاف المالي ونتبعوه ان شاء الله في اقرب وقت يكون باذن الله. العملية تندرج أيضاً في إطار تحضير انطلاق المصعد الهوائي الرابط بين تريولي وبوزرعة وتأهيل ميادين الرياضة وتحويل محطة الحافلات بتريولي إلى محطة متعددة الوسائل وغيرها من المشاريع التي ستنطلق الأسبوع المقبل.